قبل ما استقبل ضيفي مشاهدينا نروح مع بعض من خلال زوم. هيكون معانا الدكتور احمد صبري استشاري التغذيه العلاجيه اللي هنعرف منه اكتر علاقه الاكل بالحاله المزاجيه. انا عارفه ان كلنا مش طايقين نفسينا، بس لعل وعسى يمكن في بعض الاكلات نزود منها المرحله اللي جايه عشان نفسيتنا ترتاح. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يعني بص يا دكتور بقى، انا عايزه يعني استغلك اسوأ استغلال يعني النهارده يعني عايزين تحت نعرف امرك. ايه علاقه الاكل بالمزاج، وهل فعلا في اكلات ممكن تخلينا حالتنا المزاجيه حلوه، او في حاجات بنعملها برضو العكس بتخلينا مكتئبين وساكتين ومش طايقين نفسنا يعني طبعا الاكل له علاقه كبيره جدا بالحاله المزاجيه، فاحنا كل ما بناكل صح كل ما حالتنا المزاجيه بتتحسن جدا، لان الاكل ببساطه ليه علاقه بهرمونز معينه زي الدوبامين والسيروتونين وهرمونز معينه اللي بنقول عليها هرمونات السعاده. وفي اكتر من 9 اكلات مبشرين فعلا بيحسنوا هرمونات السعاده جدا جدا، وفي منها كمان اكلات كمان اقتصاديه مش كلها غاليه. طب ما تخلينا يعني نبتدي في بأكلات مثلا السعادة، أكلات السعادة، نركز مشاهدينا، إحنا بنتكلم على أكلات اللي بتجيب لنا سعادة، اللي هي تمام، اول حاجه المكسرات من الحاجات المهمه جدا جدا ان هي بتحسن الحاله المزاجيه. تاني حاجه هو الزبادي، لان الزبادي ده بينشط البكتيريا النافعه بتاعت الجهاز الهضمي اللي هي البريبيوتكس، وده بيحسن جدا جدا الحاله النفسيه للجسم وبيحسن استعدادات الجسم كويس جدا. تالت حاجه الاسماك بصفه عامه، يعني السمك اللي احنا اكلنا مره في الاسبوع او مرتين، كذلك اسماك التونه، كذلك اسماك السلمون، كذلك اسماك السردين، فده مهم جدا جدا انه بيحسن الحاله المزاجيه، لان في اوميجا 3 اوميجا واوميجا 3 6 6 9 ودول 9، فدول بيحسنوا الحاله المزاجيه بشكل كبير ومباشر. كمان عندنا غير المكسرات وغير السمك وغير الزبادي، البيض كمان من البروتينات المهمه، واي بروتين ما فيهوش دهون هيبدا يحسن معانا الحاله المزاجيه كويس جدا. طبعا الشوكولاته، ولكن انا بفضل الدكنه منها اللي هي الدارك تشوكليت، على اساس ان سعراتها الحراريه قليله جدا، ليه دايما فما بتختاروا تعملش الحاجات زياده في الوزن. ليه دايما بتختاروا الحاجات المرة اللي طعمها وحش؟ ما كفاية المرار اللي احنا عايشين فيه. هي ماشي على فكره طعمها بالتعود هنلاقيه كويس جدا، تمام. وفي ناس بتشربها يعني بتاخدها مع القهوه. القهوة حتى دايما دايما المطاعم الكبيرة قوي في العالم دايما يحط لك القهوة معاها حتة شوكليت كده، لازم يعني دي مع دي لازم، تحلي المرارة وعلى شوية. صح، وعلى فكره القهوه كمان والكافيين من الحاجات اللي بتحسن الحاله المزاجيه جدا جدا جدا، لان ده سي ان اس ستيمولانت او منشط للسنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. بس فالناس اللي بتشرب ليها قهوه جرعات ما معينة، تخافش، مثلا ليها جرعات معينة، كام فنجان قهوة في اليوم يبقى تمام ومناسب للجهاز العصبي؟ طبعا اقصى حاجه 3 4 فناجين في اليوم، على اساس ان اكتر من كده بيعمل حاجه اسمها تاكي كارديا او زياده في ضربات القلب، تمام وبيبدا يوتر الجسم ويعمل اثر عكسي. تمام احنا مش عايزين ان احنا نعمل لود على الهارت ريت، على ضربات القلب، ضربات نعملش القلب. عليها ضغط او نعمل تسارع. وعلى فكره في كمان في الكافيين حاجه زي الشاي الاخضر انا بقى او كنت لسه الجرين هسأل عن كوفي من القهوة الحاجات الخضراء. الصحيه. كنت لسه هسأل حالا عن القهوة الخضراء والشاي الأخضر، ايه الموضوع؟ عشان قعدوا عملوا تمام، عليهم ضجة من كام سنة برضو، القهوة الخضراء القهوة الخضراء طعمها وحش قوي، بس ماشي لو مفيدة قول لنا يعني لا هي فعلا يعني فيها مضادات اكسده عاليه جدا، بوليفينولز وثيامين وحاجات، فعلا مضادات اكسده. وكلمه اكسده للي مش عارف، الاكسده هي عمليه سيئه بتتم جوه جسمنا زي كده الصدى بتاع الحديد، ناتج اي عمليه حيويه جوه جسمنا بينتج عنها اكسده، اوكسيديشن. تمام فالقهوه الخضراء والشاي الاخضر فيهم مركبات عضويه بيقللوا الاكسده دي، بيقللوا الصدى،
اللي بيحصل جوه جسمنا بيقللوا الويست برودكت او الفضلات اللي هي ممكن تكون بتتراكم، فتدخلنا في حالة إعياء عامة، عدم تركيز، على ممكن فكرة المناعة تضعف ده تشبيه حلو قوي، وهكذا. لأن فعلا في ناس كتير قوي يا دكتور ما يعرفوش يعني إيه أكسدة. هما بيسمعوها صح والدكاترة بتقولها وكل الناس بتقولها، لكن في فئة كبيرة جدا يعني إيه يا ستي أكسدة اللي أنتوا عمالين تتكلموا عليها دي؟ يعني حتة الصدى صح لما أنت قلت لهم الحديد لما بيصدي شفتوا الصدى اللي عليه، ده تشبيه. أنا ذات نفسي اقتنعت فخفت، لا جسمي ممكن يعمل كده من جوه، فلا هتشربي قهوة تمام خضراء. هشربها بقى يا دكتور بقى مع انها طعمها وحش قوي. طب ايه اللي طعمه حلو المفيد برضو؟ يعني اصل نص الحاجات دي طعمها وحش يا غاليه، يعني لما تيجي تقول غالية. مكسرات فانا الناس هتضربني تقول لي انت عارفه كيلو عين الجمل بكام واللوز بكام، فايه الحاجات بقى الرخيصه قوي اللي فيها نفس المكونات؟ الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الفاكهة الحمضية اهو جوافة، زي مثلا البرتقال، الجوافة. زي مثلا اليوسفي، الجوافة، عندنا مثلا التوت من الفاكهة المهمة جدا اللي بترفع الحرق، اي عندنا الأفوكادو مهم جدا، يعني الأفوكادو بالنسبة لنا حاجة مهمة وجميلة وبتساعد على تنشيط مستوى حرق الجسم والتخلص من الفضلات، فده حلو جدا جدا. يعني الناس اللي في عايزة افوكادو يا جماعة، عشان برضو معلش دكتور احمد مش كل الناس هتعرف تجيب غالي. افوكادو لانه غالي يا دكتور احمد، يعني لا غالي لا، يعني. هي الفاكهة الحمضية موجودة دلوقتي، فاكهة الشتاء، احنا نتكلم بقى في اليوسفي، البرتقال. البرتقال والاستفندي والجوافة والبلح الاحمر الجميل اللي طلع اللي فيه حديد وفيه صح حاجات حلوة. صح يعني صح الحاجات اللي في صح جدا، متناول الناس برضو العادية. بس هي بتدي جرعة عالية جدا من فيتامين سي، وده برضو من مضادات الأكسدة الهائلة، وبيقوي معانا المناعة كويس جدا، خاصة إن إحنا داخلين على الشتاء، فبرضو من الحاجات العظيمة يعني. وده رخيص بقى، يعني ده ده رخيص. رخيص. ده تمام. اوكي قولي بقى ايه ده المشروب، مفيش. ايه المشروبات اللي نشربها في الشتاء كده تحسس لنا برضو ان احنا ايه بهرمون السعادة؟ يعني هل مثلا الناس رجعت تاني تشرب كاكاو؟ بص خلي بالكم مش هقول هوت هوت شوكليت عشان الناس بتضايق مني. نتكلم عمي عادي، يعني مشروب الشوكولاتة، يعني الكاكاو بتاع زمان اللي كنا بنشربه من 20 سنة واحنا صغيرين. فايه تاني مشروبات السحلب؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن اشربها قبل ما انام بتخليني ريلاكس والهرمون هادي كده واصحى مبسوطة وهادية؟ هي طبعا من اهم المشروبات زي ما حضرتك قلتي، هي الدارك تشوكلت او الكاكاو الغامق، الباودر، ده حلو جدا. مش الكاكاو بس، اصل برضو احنا خلينا واحنا بنتكلم ان في حاجات هتحسن معانا الهرمونز، بس مش هتزود الوزن، اوكي لان معظم اللي عايز ياكل ويشرب عايز جنب المعادلة دي ان وزنه ما يزيدش، يعني صح. حاجات هي مدرت او متوسطة في الكالوريك انتيك، في السعرات الحرارية اليومية. تمام. فخلينا نقول ان القرفة بالحليب برضو من الحاجات الجميلة قوي اللي نقدر ناخدها بالليل وممتازة جدا. المشروبات العشبية زي الميرا 100 دي ممتازة جدا، وبتهدي الجسم ما وبتحسن كمان مستوى الحرق جدا، وبتحسن هرمونات السعادة. كمان النعناع برضو من الحاجات الحلوة جدا. معظم والجنزبيل. الحاجات العشبية اللي احنا بعدنا عنها يعني مش مهتمين بيها، هي فعلا فيها فايدة كبيرة جدا للجسم. حتى أوراق الجوافة برضو الناس بتغليها وبتشربها، فدي مهمة جدا، الصدر. يعني فعلا بتهدي الجسم بطريقة كبيرة جدا. غير المشروبات العشبية احنا ممكن نشرب عصاير، يعني ممكن نشرب مثلا حاجة زي عصير الأناناس، ممكن زي ما قلنا نشرب عصير برتقال، ممكن نشرب عصير جوافة، فده حلو بص جدا يا جدا دكتور أحمد، لفترة بالليل دكتور أحمد وسكر متوسط. دكتور احمد يعني انا عارفه كم معلومات هايله جدا بجد بشكرك عليها، بس انا اوعدني ان انت تبقى معايا في حلقه في الاستوديو، لان انا عايزه اخد منك روشته نخس ازاي ونتغذى ازاي في الشتاء، لان الناس كلها تخنانه بقى في الصيف وداخلين في فصل الشتاء بقى عايزين نظبط ونعمل بقى ايه كده قوام لطيف. سكس باكس فاللي ان هو شاء ايه الله عايزين باذن نرجع الله. اكيد لطبيعتنا تاني، فان شاء الله تبقى معايا في الاستوديو دكتور احمد ونتكلم ان بقى ايه شاء الله. كل المعلومات اللي يشرفني، احنا ميرسي عايزينها. جدا، بشكرك جدا ميرسي دكتور احمد صبري استشاري التغذيه العلاجيه، نورتنا يا فندم. شكرا يا حبيبي، ميرسي شكرا. يا فندم.